والحقيقه انا الحقيقه مش متصور ان انت يعني مش متصور، انا عارف اللي جوه الواحد بيبقى ايه، جوه الاهلاويه بيبقى ايه، ولكن انت من 2004 ل 2021 انت خسرت 2 دوري. ايوه حضرتك متخيل؟ 2014 2015 و2021 2020 أيوة. 2021 بطولتين يعني بس، انت خسرت بطولتين دوري. أيوة. يعني تخيل حضرتك اللي بيحصل ده كله والزعل اللي جوه الاهلاويه وده كله علشان انت خسرت بطولتين ما احتفظتش ببطوله الدوري للمره السادسه على التوالي. بالظبط، تخيل حضرتك. يعني انا الحقيقه جمهور النادي الاهلي واخد على البطولات واخد على المكسب، بيزعل لما بيخسر، ولكن الوقت ده والبطوله دي ليها مؤثرات خارجية أثرت علينا. أيوة. وبعدين مش هينفع، مفيش نادي في على مستوى العالم أو أحسن نادي في العالم، ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر سيتي، أي نادي مش هينفع ياخد كل البطولات، ما بتحصلش، لأن كرة القدم ما فيهاش حاجات طبعًا. ثوابت طبعًا. كلها متغيرات طبعًا. فلما تيجي خلال سنتين تخش في 6 بطولات تكسب 5 وتخسر 1 وبتبقى بتنافس عليها لغاية الرمق الأخير، ده مش انجاز، انجاز ما بعده انجاز. أيوة. زي ما الجيل دون عمل انجازات ما بعدها انجازات. يعني بصراحه جيل من احسن اللعيبه اللي موجوده على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، وباذن الله الاخفاق البطوله اللي راحت دي هتبقى دافع كبير جدا ان احنا نقعد 5 سنين نحصد في البطولات باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله.